بالنسبة للتدبير السني لمرضى فرط نشاط الدرق، خلونا نحكي عن مجموعة من المحاور تتعلق بهؤلاء المرضى. بالنسبة للميديكيشن، مهم أنه طبيب الأسنان يتعرف على الأدوية اللي بتناولها مريض الدرق، لأنه بالنسبة لوصف الأدوية ننتبه أنه لما نحن بدنا نكتب مسكنات نتجنب الNSAIDs. يتكلم هون عن اعتبارات السنية قبل وأثناء وبعد المعالجة. آخر شيء بدي أحكي عنه هو الأورال مانفستيشن مع هؤلاء المرضى، أو الأعراض المبكرة اللي ممكن إحنا ننتبه له في حال حدثت لقطع المعالج مباشرة هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم في سلسلة Medical Compromised Patient in the Dental Clinic، نحكي إن شاء الله في متابعة لأمراض الغدد الصم، نحكي عن أمراض الغدد الدرقية. هنحكي إن شاء الله بمحاضرة اليوم عن فرط نشاط الدرق أو الهايبرثايروديزم، نحكي عن المرض بشكل سريع، ونحكي بعد ذلك عن أهم الاعتبارات اللي لازم ناخدها في معالجة هؤلاء المرضى في عيادة الأسنان، نتعرف على أهم التدخلات الدوائية مع أدويتهم، والتدبير الثايرويد ستورم أو العاصفة الدرقية وهو الاختلاط الخطير اللي ممكن يحدث في العيادة. خلونا نبدأ. في البداية خلونا نتعرف على الغدة الدرقية. هي غدة تقع في الجزء الأمامي من العنق تحت الغضروف الدرقي اللي هو جزء من أجزاء الحنجرة، تتطور طبعا من القناة اللسانية، تتكون من فصين يمين ويسار، تحتوي خلايا خاصة تدعى بالخلايا الكيسية. الهرمونات اللي بتفرزها الغدة الدرقية، حنشوف انه عن ثلاث هرمونات بشكل رئيسي: التيروكسين اللي هو T4 او رابع يود الثيرونين و يعتبر الهرمون الرئيسي، وعندنا أيضا T3 اللي بتحول للتيروكسين في النسيج، والهرمون الثالث اللي هو الكالسيتونين. الحقيقة أن الهرمونات الدرقية تمتلك تأثيرين فيزيولوجيين رئيسيين بشكل أساسي. أول شيء ازدياد تركيب البروتين في جميع أنسجة الجسم تقريبا، والأمر الثاني هو زيادة استهلاك الأكسجين بالأنسجة المسؤولة عن الاستهلاك الأساسي للأكسجين كالكبد والقلب وغيرها. طبعا الهرمون الدرقي له تأثير كبير على نمو وتمايز النسج وعلى التنفس الخلوي، على استهلاك الطاقة، هو متضمن في كل الفيتامينات والهرمونات. أما بالنسبة للكالسيتونين فهو يفرز من قبل باراثايرويد جلانز من قبل الغدد جارات الدرق، ويساهم مع فيتامين دال ومع هرمونات الجارات الدرق في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي لها علاقة بشكل كبير مع الأسنان اللي نحن بنعرف انه هي يعني المحتوى الرئيسي فيها والكالسيوم. فنحن عم نحكي عن غدة لها تأثيرات على النمو، لها تأثيرات على تنظيم الكربوهيدرات، على تنظيم الدسم، على الفيتامينات، على الوظائف الجهاز القلبي الوعائي، وعلى وظائف العضلات. طبعا بالنسبة للهايبرثايرويد، لنا نحكي نحن على مستوى الأمراض اللي بتكون على مستوى الغدة الدرقية، حنشوف انه بشكل عام نحن اما انه يحصل عندي انسمام درقي بسبب مدخول ضئيل من اليود، اما في حاله كان عندي وارد يودي عالي ف هذا بيؤدي لحدوث ما يدعى بداء جريف أو فرط نشاط الدرق بداء جريف. طبعا 60% من تقريبا أو 80% من حالات الانسمام الدرقي تكون بسبب داء جريف، ولذلك راح نحكي عنه بشكل مفصل. هو داء نادر قبل البلوغ، بيحدث بالعمر 20-50 وقد يحدث بعد ذلك. من الممكن أنه نشوف نحن في بعض الأحيان نقص في نشاط الدرق بيحدث بشكل خلقي بشكل أكبر، أما سرطانات الغدة الدرقية فهي تكون أكثر عند الإناث بمعدل 3 أضعاف. من الممكن أيضا أنه نشوف نحن ثايرويدايتس أو الالتهابات الغدة الدرقية المتنوعة والكثيرة، وأشهر التهابات الغدة الدرقية لهاشيموتو اللي بتكون بسبب تواجد أضداد البيروكسيداز الدرقي، وهي الأضداد موجودة تقريبا بشكل أكبر عند النساء السليمات مقارنة بالرجال السليمين، ولذلك فالداء ليس نادر ويصيب حوالي 4% من السكان بشكل أساسي الإناث. عندنا أيضا الثايرويد نوديلز واللي هي العقيدات الدرقية تتواجد لدى 5% تقريبا من السكان البالغين. هي الأمراض المختلفة اللي حكيناها هي المسؤولة بشكل أساسي أو تعتبر أسباب الهايبرثايرويديزم أو الفرط النشاط الدرقي. ممكن أيضا في بعض الأحيان الأسباب الوراثية مثل ما قلنا، من الممكن أيضا أنه يكون الحمل سبب حدوث هذا الأمر. طبعا لو بدنا نحكي كفيزيولوجيا مرضية، فهي مستويات T3 والT4 بالدم بيتم تنظيمها من خلال المحور الدرقي والنخامي، الغدة النخامية الموجود تحت المهادي. والحقيقة عدة عوامل استقلابية والعمر والمرض والأدوية كلها بتلعب دور في هذا التنظيم. بشكل طبيعي الهيبوتالاموس بيفرز هرمون الـ TRH اللي بيكون هو استجابة لتحريض خارجي
على سبيل المثال القلق، وهذا بيؤدي إلى أنه يحرض النخامة لإفراز TSH اللي هو الهرمون الحاث للدرق، واللي بيحرض الغدة الدرقية على إفراز T3 والT4. T4 بشكل خاص بيملك تأثير ارتفاعه وانخفاضه على إفراز TSH. لذلك نحن تكلمنا عن المحور الدرقي النخامي وواصلته بكل هاي الوظائف اللي سبق واستعرضتها. الهرمونات الدرقية T3 والT4 ترتبط في الدم ببروتينات مصلية تدعى بالTPG والترانستريبتين والTPE والTPG، وهذا الأخير هو الأكثر أهمية لأنه بيربط تقريبا 3/4 T4 الجائل في الدم. لذلك في حال حدوث مرضى اضطرابات في هذا البروتين قد تتأثر مستويات T3 والT4 بالرغم من أنه الغدة الدرقية تكون سليمة. بالنسبة لداء غريف كسبب، نحن إذا نحكي عن الهايبرثايروديزم أو حتى ثايروتوكسيكوسيز أو الانسمام الدرقي، نحكي عن زيادة في هرمونات T3 والT4 إما بسبب داء غريف، وهون نحن بنسميه بفرط نشاط أولي. قد يكون مثل ما قلنا أسباب أخرى مثل الأورام والنوديولز، وأيضا في بعض الأحيان بعض التهابات الغدة الدرقية. أما بالنسبة لداء غريف بحد ذاته فهو ضخامة درقية منتشرة تترافق مع اعتلال عيني، عادة ما يكون بين 30 و50 في الأعمار، هي ما بيكون قبل ذلك، وبيأخذ نمط دوري، ممكن يتحسن المريض في بعض الأحيان وتسوء حالته في أحيان أخرى. السبب الرئيسي لداء غريف ليس معروف، لكن هناك اعتقاد بأنه هناك تنبيه للإفراز الدرقي يحدث بواسطة جلوبولينات مناعية من نوع IgG ضد المستقبلات TSH اللي تمنع ارتباط TSH في مستقبلاته. لذلك نحن بنقدر نقول انه هو مرض مناعي ذاتي يصيب الإناث تقريبا 10 أضعاف اكثر من الذكور. لما نحكي كأعراض سريرية حنشوف انه طبعا المريض بيعاني من تضخم الغدة الدرقية بالجويتر، وأيضا تحدث جحوظ وتقرحات على المستوى القرنية. منشوف أيضا بعض المظاهر الأخرى، تسرع القلب، الصداع، كفقدان الوزن، النرفزة، عدم الاتزان العاطفي أو الاستقرار العاطفي. أيضا ممكن يحدث في بعض الأحيان فقر دم خبيث، قد نشاهد شعر ناعم رفيع، أحيانا صلع، ترقق في الأظافر، وتخلخل في العظام، وانخفاض في الكوليسترول. هاي بمجملها تقريبا فينا نقول أعراض أو مظاهر المرضية داء غريف، اللي هو مثل ما قلنا السبب الأول يعتبر من أسباب الهايبرثايرويدزم. لو بدنا نحكي على المستوى المخبري حنشوف نحن عنا مما يدلنا على وجود مشكلة على مستوى الغدة الدرقية، بشكل خاص تشخيص داء غريف هو ارتفاع T3 والT4 بيرتفع المعدل الطبيعي، وبنشوف أنه TSH ما بيحصل فيه تغير، وأنه TBG البروتين اللي حكينا عنه طبيعي أو مرتفع. لو نحكي كقيم طبيعية، نحن T3 بيكون طبيعي تقريبا بحدود 80-190 ميلي جرام على ديسيلتر. لو ناخده نحن كنانو مول وهو الشائع، فمنقول من 1.2 إلى 3 تقريبا، هذا بالنسبة للT3. بالنسبة للT4 فبيكون الطبيعي من 5-12 ميلي جرام على ديسيلتر، يعني عم نحكي تقريبا بحدود 64-54 نانومول على اللتر. بالنسبة للTSH الطبيعي بيكون 0.4 لحتى 4.5 تعتبر طبيعي. بالنسبة لTBG فبيكون الطبيعي من 1-5 ميلي جرام على مليلتر. بالنسبة للمعالجة، المعالجة تشمل بشكل أساسي العوامل المضادة للغدة الدرقية اللي تثبط تصنيع الهرمون، ممكن استخدام اليود المشع، ممكن اللجوء لاستئصال الغدة الدرقية. تستعمل الأدوية المضادة للدرق في النوبات الأولى للمرض اللي هم عادة تحت 40. يستخدم عادة البروبيلتيوراسيل 100-150 ميلي جرام كل 8 ساعات. بالحالات المتوسطة ممكن نحن نستخدم الميتيمازول MMI، بتكون بحدود 20-30 ميلي جرام مرة في اليوم لمدة تقريبا شهر ونص، وبعد ذلك تخفف الجرعة يومية بشكل تدريجي لتوصل ل 2.5 ميلي جرام يوميا لمدة تقريبا سنة إلى سنتين. الأدوية الشهيرة أيضا اللي بيستخدموها المرضى الفرط النشاط هو الكاربيمازول، وهون نقطة مهمة لحتى الطبيب يتعرف على مشكلة لمريض الغدة الدرقية. مجرد شفنا الكاربيمازول بينعطى 20-40 ميلي جرام، فهذا يعني أنه نحن أمام مريض هايبرثايروديزم، بينعطى عادة مع المرضى لفوق 50، وممكن اللجوء للراديو يودين أو اليود المشع، ممكن أنه في بعض الأحيان ما قلنا نحتاج لاستئصال الغدة الدرقية. وهون بيستطب هذا بشكل خاص لما بيكون الضخامة كبيرة، وبدنا نتوقع نسب نجاح عالية بعد العملية.
بالنسبة للتدبير السني لمرضى فرط نشاط الدرق، خلونا نحكي عن مجموعة من المحاور تتعلق بهؤلاء المرضى. حنحكي عن ميديكال هيستوري، أهمية أنه نحن نفحص الغدة الدرقية، نأخذ تاريخ مرضي للمريض في حال لقينا ضخامة، نتعرف على الأعراض المرافقة لفرط نشاط الدرق وملاحظة المريض اللي عادة ما بتكون من الصعب كشف هؤلاء المرضى. هون بننتبه أنه المرضى اللي غير معالجين أو اللي معالجين بشكل غير كافي، من الممكن أنه يحصل عندهم اختلاط خطير هو العاصفة الدرقية أو الثايرويد ستورم، وهي حالة حادة تتطلب تدخل فوري وإلا فقط تحدث الوفاة، حنحكي عنها في نهاية المحاضرة. بدي أقول كمان أنه وجود أبسس، وجود سيلولايتس، وجود إنفكشن على مستوى الفم يعتبر عامل خطورة لحدوث ثايرويد ستورم، لذلك نحن ينبغي أن نتجنب الجراحات الواسعة، المعالجات المعقدة عند هؤلاء المرضى، والأهم أنه في حال وجود إنفكشن نعالجه بشكل سيريوس ونتابع مع المريض لحتى نتجنب حصول هذا الاختلاط. بالنسبة للميديكيشن، مهم أنه طبيب الأسنان يتعرف على الأدوية اللي بتناولها مريض الدرق، لأنه معظم المرضى ما بيكون عندهم فكرة عن طبيعة وضعهم الدرقي وعن الجرعات، واللي الحقيقة بتوحي لطبيب الأسنان بطبيعته وشدة المرض. حكيت في المعالجة الآن أنا الجرعات قبل قليل، ممكن من خلال الجرعات هاي نتبين إذا المريض كان في خطورة عالية، هو تحت جرعات عالية، أو أنه هو في طور تخفيض الجرعات وأنه هو في طور تحسن. بالنسبة للسايد افكتس، بدنا نحكي انه البروبيلتيوراسيل من الممكن ان يؤدي لحدوث نقص في كريات الدم البيضاء، واللي ممكن الحقيقة يحمل هاي ريسك لحدوث انفكشن. من هون اهمية انه نعمل سي بي سي مع هؤلاء المرضى لحتى نشتغل، خصوصا اذا بدنا نشتغل سيرجري ونحن مطمئنين. بالنسبة لوصف الادوية، ننتبه انه لما نحن بدنا نكتب مسكنات نتجنب الانسييدز او مضادات الالتهاب غير استرويدية. ليه؟ لأنه هي وجد أنه لها قدرة على زيادة كمية T4، والمريض أصلا هو يعاني من هايبرثيرويديزم، فبصير من الصعب أنه نعمل كنترول على المرض في هاي الحالة. بالنسبة للتخدير، بدنا نقول أنه يحبذ لو نتجنب استخدام التخدير الحاوي على الأدرينالين أو على أي مقبض وعائي، بشكل خاص خيوط الأدرينالين المستعملة في تبعيد اللثة، خصوصا إذا كان المريض غير معالج بشكل كافي أو ليس تحت المعالجة أصلا، ممكن استخدامها بحذر في حال نحن أمام مريض كنترول. في حال المرضى عم يتناولوا حاصلات بيتا غير الانتقائية، لازم وقتها نتجنب المخدر الحاوي على الأدرينالين، لأنه ممكن يؤدي لحدوث ارتفاع ضغط شديد لديهم، بس هذا لا يعني أنه المضاد الاصطباب هذا مطلق، ممكن نعطي كمية قليلة، لكن يبقى هون نتجنب استخدام خيوط الأدرينالين تماما لأنه تحمل تراكيز عالية في هاي الحالة. أيضا بدنا ننتبه أنه مع هؤلاء المرضى تجنب استخدام الأدرينالين مهم أيضا للسيطرة على منع انتشار الانفكشن. بدنا ننتبه أنه في حال نحن بدأنا بمعالجة سنية، أنه نحن فورا نقطع المعالجة في حال وجود أعراض الثيروتوكسيك كرايسيس أو الثيرويد ستورم. بدنا ننتبه للمرضى هدون في حال كانوا بيتناولوا باربيتورات، لأنه هم معرضين لحدوث هبوط عصبي مفاجئ في الجملة العصبية المركزية. أيضا ممكن هؤلاء المرضى يكون معرضين لحدوث اضطرابات قلبية، ربما في حال نحن بدنا نعمل جراحة واسعة كمان حبذا لو نأخذ استشارة قلبية. ومهم جدا أنه نخفض القلق عند هؤلاء المرضى، لأنه بيكون أصلا هم بيكونوا over anxiety. وهون بدي أشير لأهمية أنه نحن نعالج التسوسات الصغيرة عند هؤلاء المرضى لمنع أنه تتطور الأمور باتجاه أبسس، مثل ما قلنا أنه في عنا مشكلة مع هؤلاء المرضى. أيضا بدي أتكلم هون عن اعتبارات السنية قبل وأثناء وبعد المعالجة. قبل المعالجة نحن هؤلاء المرضى مثل ما قلنا عندهم احتمالية لوجود مرض قلبي وعائي، لابد من حدوث أو أخذ استشارة قلبية، نستشير أخصائي في حال أنه نحن أمام مرضى غير معالجين بشكل كافي، وأهم شيء نحن نشوف السي بي سي لحتى نكتشف لو المريض عنده لوكوبينيا أو نقص في كريات البيض، ونعمل التعديلات المناسبة في علاجنا في حال كان المريض عم ياخذ مضادات للتخثر. وحكيت من خلال محاضرة سابقة ضمن سلسلة تدبير أمراض الدم بالتفصيل عن هذا التوبيك، ممكن الرجوع لها. الاعتبارات أثناء المعالجة، من الفضل أنه نحن نأخذ العلامات الحيوية. بدنا ننتبه أنه المرضى اللي مستأصل لديهم الغدة الدرقية هم مضاد استطباب للوكالستيجيا مع الإبنفرين، أيضا مثل ما قلنا مع حصلات بيتا الانتقائية، وحكينا أيضا أنه الهايبرثيرويديزم not controlled should avoid إبنفرين بشكل عام، ونقلل القلق ونقطع المعالجة في حال وجود أي أعراض للثيرويد سيستم. بعد المعالجة بننتبه أنه المريض عنده حساسية للسنترال نيرفوس سيستم للباربيتورات بشكل عام، فنجنبها حتى كمضادات قلق، ونعمل دائما سيطرة على الألم
ونتجنب الحقيقة النسيت ما أمكن، ونتجنب الأسبرين، ونحث المريض على استخدام معالجته بالشكل التقليدي. آخر شيء بدي أحكي عنه هو الأورال مانفستيشن مع هؤلاء المرضى، أو قبل آخر شيء قبل ما نحكي عن الثايرويد ستون، حنشوف إنه هؤلاء المرضى عندهم زيادة في معدل حدوث النخور، عندهم منشوف إنه بزوغ أسنان مبكر في الأطفال بيكون قبل المعتاد، وهي أعلام الحقيقة من علامات فرط النشاط الدرقي. حنشوف إنه المرضى ممكن يكون عندهم أوسيبوروسيس على مستوى الماكسيلا والمانديبل، ممكن نشوف اللارجمنت أوف إكسترا جراندولار ثايرويد بيريدونتال ديسيز، ممكن نشوف الحقيقة اللارجمنت هاي الإكسترا جراندولار ثايرويد عادة ما تكون أكثر ارتباطا بالباراثايرويد بروبلمز، ممكن نشوف عند المرضى شكوى من جفاف وحرقة بالفم مجهولة السبب بما يدعى بالبرنينج سيندروم، هون تستوجب السيطرة على المرض من خلال الطبيب المريض. وممكن نشوف بعض الاضطرابات اللي لها علاقة بالمرض ممكن تنتج عنه مثل جوغرين ديسيز اللي حأحكي عنها فيما بعد، أو حتى سيستميك لوبوس. بالنسبة للثايرويد ستورم هي حالة نادرة لكنها مهددة للحياة، تقريبا 1% من مرضى فرط نشاط درق بيعانوا منها. تكون سبب الرئيسي هو انفكشن وعدم معالجة كافية للمرض بحد ذاته الهايبرثايرويد. الأعراض المبكرة اللي ممكن احنا ننتبه لها في حال حدثت لقطع المعالج مباشرة هي المريض بيبدأ يتهيج، ممكن يشتكي من ألم بطني، ممكن يبدأ بالتقيؤ، ونشوف ارتفاع في الحرارة وهي علامة مهمة جدا، منشوف تعرق سويتينج بشكل واضح، وتتسرع ضربات القلب بشكل واضح، ويحدث أيضا اضطراب في نظمة. بعد ذلك طبعا في حال أنه الأمور لم يتم تدبيرها ممكن تتطور اضطرابات أكثر تعقيدا كحدوث فشل القلب، كحدوث وزمية رئوية، وقد يحدث كوما عند المريض يرافق أحيانا تأثر قشر الكظر، وهون نحن بنواجه حقيقة معدل وفيات تقريبا العشر لهؤلاء المرضى. المعالجة تكون بأنه نعطي المريض فورا الأدوية المضادة للهرمون الدرقي اللي بيتناولها مثل البروبيل تيراسيل، نعطي حوالي 200 ميلي جرام، نعطي هيدروكورتيزون 100 إلى 300 ميلي جرام، وبنكمل مع المريض ديكساميتازون 2 ميلي جرام فمويا كل 6 ساعات. لابد من التسريب الوريدي بالمحاليل السكرية مع المعالجة الداعمة بالفيتامين بي كومبلكس، بنستخدم الكمادات الباردة لتخفيف الحرارة، وهذا هام جدا جدا، وأحيانا قد نحتاج لعمل إنعاش قلبي رئوي. كما شايفين هاي تقريبا بتلخص لنا الأعراض اللي ممكن تترافق مع الثايرويد ستورم، ومثل ما قلنا بنستخدم وتدبيرها بيكون بالبوتاسيوم يوديد وبروبانولول، وإعطاء لارج دوزز من الأنتي ثايرويد دراجز والهيدروكورتيزون والديكساميتازون انترافينوس، اي في جلوكوز سوليوشن، ومتابعة مثل ما قلنا بالأدوية الدرقية في المنزل. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله الحديث في المحاضرة القادمة، نتحدث عن الجزء الآخر من أمراض الغدة الدرقية اللي هو يتعلق بالقصور نشاط الدرق هايبوثايروديزم، ونحكي أيضا عن التهابات الغدة الدرقية وتدبيرها في العيادة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.